فتاوى مختاره. آه نستاذنكم بهذا الاتصال مع الشيخ محمد بن علي الحمد. تفضل شيخ محمد. آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. مسيك الله بالخير شيخنا. اهلا حياك الله يا شيخ محمد. اولا اشكر الله جل وعلا سبحانه وتعالى على ما من به على هذه البلاد المباركه من القياده الحكيمه والعلماء الحقيقه الناصحين العاملين. الذين لا نزكيهم على الله جل وعلا لكن راينا اثرهم في داخل البلاد وفي خارج البلاد. فالشكر الله جل وعلا اولا ثم لكم فضيله الشيخ ولعلماء هذا البلد. ثم اشكركم شيخنا الكريم على هذه الخطوه المباركه التي صلى الله جل وعلا ان ينفع بها وان يجعلها في ميزان اعمالك وفي ميزان اعمال الساعين لهذا البرنامج الذي اسال الله جل وعلا ان يبارك فيه. فضيله شيخنا حفظكم الله جل وعلا في هذا الوقت الذي الحقيقة أقول تعصف بهذه الأمة الفتن من كل حدب وصوب حتى أصبحت يعني الحليم حيرانا أقول توجيهكم لعامة الناس الحقيقة ألا ترى من المناسب أن يوجهون إلى الأخذ عن العلماء العاملين وعدم الحقيقة الالتقاط منها هنا وها هنا من الناس المتعالمين الذين يسيئون أكثر مما يصلحون وهم يظنون أنهم يصلحون فلله الحمد والمنة من الله جل وعلا على المسلمين ولا تزال طائفة من هذه الأمة يوجد فيها الخير باقي إلى قيام الساعة من علماء يسيرون على منهج السلف يأخذون من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والذي قد تكفل الله جل وعلا لمن تمسك بهما النجاة والفلاح والسرور في الدنيا والآخرة لعل لمعاليكم سمحت شيخنا توجيه حول هذا الموضوع وفقكم الله وسدد على خير خطاكم شكرا بارك الله فيك شكر الله لك هذا الاهتمام لا شك أن الفتن إذا حصلت وهي تحصل وخصوصا إذا تأخر الزمان فإنها تحصل وتكثر فتن كقطع الليل المظلم كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا جعل لنا منها المخرج وذلك بالكتاب والسنه قال صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي الله جل وعلا وصف القرآن بأنه يهدي للتي هي أقوى وصف القرآن بأنه هدى وأنه شفاء وأنه نور وأنه رحمة فهو المعتصم ولهذا قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن وقيل الاسلام وقيل الرسول والكل حق وقال جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذكر سبحانه انه سيكون هناك سبل كثيرة واما سبيل الله فهي واحدة وان هذا صراطي مستقيما صراط واحد طريق واحد لا اعوجاج فيه واما السبل فهي كثيرة وكل وعلى كل سبيل منها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس اليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فيلزم المسلم جماعة المسلمين يلزم طريقه للسنة والجماعة ولا وامام المسلمين ولا يحيد عن ذلك اذا كان يريد النجاه ولا يذهب مع الفتن ومع دعاة الضلال ولا ياخذ الا من اهل العلم الموثوقين لا ياخذ ممن هب ودب وادعى العلم قد يكون عالما لكنه ضال عالم ضلاله وقد يكون جاهلا في نفسه وضالا في نفسه فيضل من من اهتدى به واقتدى به فالمسألة خطيرة جدا ولكن الطريق واضح ولله الحمد وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه ومنهج السلف الصالح ومنهج الأئمة الذين جاءوا من بعدهم ولكن هذا يحتاج إلى أمرين إلى علم أولا وإلى صبر إلى أن تعلم هذا المنهج وتفاصيله وتصبر على سلوكه لأن الناس سيؤذونك سيؤذيك الناس وأصحاب الأهواء وأصحاب النحل الضالة لكن عليك بالصبر ما دمت مقتنعا أنك على الحق فلا تلتفت إلى من يثبط عنه ويزهد فيه وأنتم تعلمون وتقرؤون الآن في كثير من الكتابات من يريد حرف الناس عن طريق الحق إلى الحضارة الحاضرة إلى المدنية الحاضرة إلى اللحاق بركب العالم إلى نحن والحمد لله أمام العالم نحن السابقون إذا تمسكنا بهذا الدين لسنا في المؤخرة نحن السابقون يجب على العالم أن يقتدي بأهل الإسلام لا أن أهل الإسلام يقتدون بأهل الضلال هذا من انتكاس الفطر ولا حول ولا قوة إلا بالله جزاكم الله خير شكرا لشيخ محمد فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون